السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. عنوان موضوعنا أو موضوع ديالنا في هذه الحصة، سنتكلم عن صفة رئيس مجلس الإدارة. صفة رئيس مجلس الإدارة، وتتضارب الآراء الفقهية حول صفة رئيس مجلس الإدارة في شركة المساهمة. هل يمكن اعتباره وكيل، أجير، تاجر، أم أنه يحمل صفة أخرى؟ أعيد، تتضارب الآراء الفقهية حول صفة رئيس مجلس الإدارة في شركة مساهمة. هل يمكن اعتباره وكيل، أجير، تاجر، أم أنه يحمل صفة أخرى؟ واعتبرت النظرية التقليدية جميع أعضاء مجلس الإدارة وكلاء عن المساهمين، وبما أن رئيسه ينتخب من بين أعضائه الوكلاء، فهو أيضا وكيل عن المجلس وبالتالي عن الشركة، وبذلك يتحمل وكالة مزدوجة. هذا ما جاء به القانون الفرنسي ديال 24 يوليوز 1867. ورغم مجيء قانون جديد سنة 1966 إلا أنه كان غامضا لأنه لم يحدد وضعية الأعضاء، فثبت أنه لم يتخلى عن المفهوم السابق، فنجم عن ذلك خلاف في الرأي، حيث برزت معارضة في هذه النظرية ترى أن الرئيس لا يستمد سلطاته وخاصة سلطة التمثيل من عقد الوكالة، ولكنه يستمدها من القانون، لأن الموكل لا يحدد بنفسه أبعاد وحدود السلطة المعطاة للوكيل تجاه الأغيار، كما لا يستطيع إعداد العقود التي يكون الوكيل مؤهلا لإبراهيمها. أما في مصر فقد أفصحت المذكرة الإيضاحية للقانون 26 لسنة 1954 بشأن بعض الأحكام الخاصة بالشركات أنه إذا ما كلف عضو مجلس الإدارة بعمل آخر في الشركة كما لو عين مديرا لها، وكان من حقه أن يؤجر على هذا العمل، فيجمع بين صفتي وكيل وأجير، بحيث تحكم كل واحدة منهما قاعدة خاصة. وبصدور نظام العاملين أو العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة سنة 1962، تغير وضع رؤساء مجالس إدارة شركات مساهمة وأعضاء مجالس إدارة المتفرغين لهذه الشركات، وأصبحت علاقة عمل. وفي لبنان أيضا يعتبر الاجتهاد رئيس مجلس إدارة أجير، إلا أنه لا يستفيد من أحكام قانون العمل ومن الضمان الاجتماعي إلا إذا كان قد أمضى مدة سنتين في الشركة كأجير بطبيعة الحال قبل توليه عضوية مجلس إدارة، وبذلك وفقا لما جاء في المادة 6/153 من قانون التجارة اللبناني. أما في المغرب فقد أجاز المشرع للأجير بأن يعين في منصب متصرف على أن يكون عقد عمله يتعلق بمنصب فعلي، مع العلم أن رئيس مجلس إدارة يعين من بين المتصرفين، المادة 63 من القانون 1795، فإن نسبة ثلث أعضاء مجلس إدارة التي سمح بها المشرع الحامل هذه الصفة لا تجعلنا نقوم بتعميمها واعتباره أجيرا. كذلك رفض بعض الفقه اعتباره من الأجراء لأنه لا يستفيد من مواد مدونة شغل كذلك المتعلقة بالحد الأدنى للأجور أو العطل المؤدى عنها، كما أنه يمارس وظائف تحت مسؤوليته الخاصة دون أن تكون هناك تبعية قانونية أو اقتصادية، بالرغم من خضوعه لمراقبة المجلس الذي هو رئيسه، ما لم تجتمع فيه صفة متصرف وأجير. ولا يكتسب رئيس مجلس إدارة في شركة المساهمة صفة تاجر لأنه كغيره من أعضاء المجلس لا يقوم بالأعمال التجارية باسمه ولا لحسابه الخاص، بل يقوم بها لحساب الشركة التي تحمل الصفة التجارية،
وكونه مساهما في الشركة لا يجعله يحمل هذه الصفة. وقد نصت المادة 155 من تجارة لبنان صراحة أن رئيس مجلس إدارة لا يعد تاجرا، ويصبح كذلك إذا كان يمارس التجارة لحسابه الخاص تحت ستار شركة سورية، كما ألزمه القانون بمسؤولية التاجر في حالة إفلاس الشركة رغبة في تشديد المسؤولية عن أعمال الإدارة. أما في تونس فلا يعتبر رئيس مجلس إدارة تاجرا إلا إذا تداخل مباشرة في تسيير الشركة خلافا لأحكام الفصل 213، والمشرع المغربي سار على نفس المنوال في عدم اعتبار رئيس مجلس إدارة تاجرا حينما نص صراحة في المادة الأولى من القانون 1795 أن شركة المساهمة هي شركة تجارية بحسب شكلها وكيفما كان غرضها، دون أن يشير إلى أن الرئيس أو أعضاء المجلس تجارا، في حين اعتبر كل الشركاء في شركة تضامن تجارا. المادة 3 من قانون رقم 596، كما أنه اعتبر الصيادلة تجارا بإرغامهم على التقيد أو التقييد في السجل التجاري، هذا ظاهر 19 فبراير 1960 المتعلق بقانون الصيادلة، إلا ويمكن إضفاء الصفة التجارية على رئيس مجلس إدارة نظرا للمهام الجسام التي يقوم بها، وحتى يحس بالمسؤولية المناطة به ويبذل الغالي والنفيس لتسيير أمور الشركة ورقيبها. ويمكن استخلاص أن رئيس مجلس إدارة في شركة مساهمة لا يحمل أي من الصفات السابقة الذكر، بل هو مجرد رئيس لمجلس إدارة وعضو فيه يستمد سلطته من القانون وليس من الوكالة التفويضية، وبالتالي فهو الممثل القانوني للشخص المعنوي اتجاه الأغيار في كل الأعمال الممنوحة له قانونا اتفاقا أو بمقتضى النظام الأساسي للشركة، بحيث جاء في المادة 74 أنه يتولى الرئيس تحت مسؤوليته الإدارة العامة للشركة ويمثلها في علاقتها مع الأغيار، ولا يحتج ضد الأغيار بمقتضيات النظام الأساسي أو بقرارات مجلس إدارة التي تحد طبعا من سلطة الرئيس. إذا إلى هذا الحد نكون قد وصلنا إلى نهاية العرض. بطبيعة الحال أشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد، وأضرب لكم موعدا لاحقا إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.